السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة سودانية 24 محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في أول يوم رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله يا رب. طبعا الليلة حلقتنا مختلفة ومميزة، حلقة حتكون معنا خفيفة كده إن شاء الله بأطباق خفيفة مع أول أيام السهر المبارك، وكمان حيكون معنا مفاجأة جميلة جدا، مفاجأة كلكم أنتم منتظرينا. حنرحب مع بعض بدكتورتنا الجميلة دكتورة زهرة. تفضلي يا دكتورة. السلام عليكم، رمضان كريم شفيفي، ورمضان كريم لكل مشاهدي ومتابعي سودانية 24. هل هلالك يا رمضان، رمضان أحلى في السودان وفي سودانية 24. حلقة إن شاء الله تكون مميزة، وإن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير. تابعونا إن شاء الله دائما مع الأطباق الشهية ولذيذة مع الشفيفي، وكمان القيمة الغذائية والفوائد الصحية المستفيد منها من أطباقنا. تابعونا وخليكم معنا. أطباقنا الليلة حنطلع نشوف مع بعض. أول طبق لنا لليلة حتكون معنا شوربة خفيفة كده، خلينا نطلع نشوف المكونات ونرجع لك. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لشوربتنا، شوربة الشوفان، البطاطس بالشوفان. بطاطس بالشوفان كيف هنشتغله؟ هنشتغله بطريقة بسيطة جدا وكمان حلوة خالص للنباتيين. طبعا هنشوف برضو مع بعض القيمة الغذائية لشوربتنا دي. احنا هنشتغل الشوربة دي كيف؟ هتجيبي معاكي بطاطس مسلوق، يعني هتجيبي البطاطس هتقشريه هتحطيه معاكي في حلة بموية ساخنة. انا هنا عايزة بعدين الموية، يعني المويه انا ما هشيل منه البطاطس زي ما احنا بنقول دائما، هنشيل المويه والبطاطس مع بعض وحنخليهم يبردوا شويه وحنوديهم على الخلاط، حنخد تاني عليهم باقي مكونات. وهنا كمان برضو معايا بصل مقطع لمكعبات صغيره، هشوحه هنا في شويه زيت. تمام، زي ما قالت شيفيفي انه طريقة شوربة البطاطس طريقة سهلة وشهية ولذيذة وبسيطة، كل الناس ممكن يعملوها ويتابعوا مع شيفيفي. وكمان بالنسبة للفوائد الغذائية الموجودة فيها، هسه الشيف قالت حتعمل البطاطس حتعمله على النار وحتستفيد منه بالموية حقته اللي هي سلقته، وحتخلطه بالموية حقته عشان الفوائد الغذائية اللي هي موجودة في البطاطس، الفيتامينات اللي بيحتوي عليها البطاطس المختلفة، فيتامين سي، وكمان العناصر الغذائية الأخرى، المعادن، الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. والبوتاسيوم مهم جدا جدا بالنسبة للناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهو عنصر أساسي بالنسبة لنا خلال الصيام عشان بيحافظ على ترطيب الجسم من الفقد بتاع المويه والجفاف خلال شهر رمضان وخلال الصيام لنهار وساعات طويله. حنتابع مع شيفيفي بقيه طريقه العمل. زي ما قلت هنا معايا بصل مقطع لمكعبات صغيره، هشوحه في الزيت لحد ما يدبل معانا كده وياخذ معانا كده لون جميل. بعد كده قلنا هنعمل شنو؟ البطاطس اللي احنا سلقناه بمويه السلق انا هوديه في الخلاط، هاخلطه مع حليب بودرة. نجيب هنا معنا خلاطنا. تمام، هنجيب هنا بطاطسنا وحنخلطه مع شوفان. طبعا زي ما احنا قلنا معنا شوفان، حنخلطه هنا بالشوفان. هناخذ هنا معنا البطاطس. طيب يا شيف، سلكتيه بموية عادية طبعا؟ أيوة. يعني ممكن احنا نعمله، في ناس بيضيفوا بهارات وكده للبطاطس في الاول، ولا بس سلق عادي وبعد كده البهارات؟ ممكن كمان نضيف الكركم عشان يديه لون برضو. ايوه، لون وقيمه غذائيه طبعا، قيمه غذائيه حلوه.
هنا انا خديت حاجه بسيطه من الملح لانه تاني بعدين احنا حنحط هنا معانا ملح. والبطاطس اساسا يعني نسبه البوتاسيوم بيمتص نسبه الملح اذا زايده في اي اكل بالنسبه لنا. دي التكات طبعا المهمه جدا بنستعملها ونستفيد منها، انه اي صنف عندك انت عملتيه في البيت وكانت فيه نسبه الملح زايده تقطعي لك شرايح من البطاطس وتحطيها بتمتص نسبه الملح الزايده، وبالتالي بيكون الطبق بتاعك ممتاز جدا. عاوزه مساعده يا شيخ؟ البصل قلنا حنضيف معانا حليب بودره، طبعا ده حيدينا برضو يا دكتوره قيمه غذائيه. وعندنا الشوفان معروفه طبعا فوائده. طبعا الشوربه يا جماعه من الاطباق المهمه جدا واساسيه بالنسبه لنا في شهر رمضان، هو طبق اساسي مفروض يكون في التناول حقنا عموما في الحياه، لكن في رمضان بالذات لاننا بنصوم لساعات طويله تمتد من 12 وقد تزيد تصل ل 20 ساعة خلال اليوم، فبالتالي الجسم بيفقد كثير من الموية خلال اليوم، فبالتالي نحن لازم نعوض كده بإننا في الفطور بتاعنا بعد تناول الموية والبلح إننا نتناول الشوربة. الشوربة بتساعد على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف اللي تعرضنا له خلال نهار رمضان، وبرضو كمان من العناصر الغذائية اللي بتحتوي عليها الشوربة بمختلف المكونات الموجودة فيها. الليلة زي ما شفنا شوربتنا حتكون عبارة عن شوربة بطاطس بالشوفان ومع حليب البودرة، قيمة غذائية عالية جدا من الكالسيوم من البوتاسيوم من العناصر المختلفة الموجودة فيها. وكمان برضو يعني زي ما عارفين انه البصل مفيد جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للصحة، بيساعد على انه فيه فيتامينات مهمة جدا بالنسبة لنا، بيساعد على التخلص من المشاكل اللي هي الانفلونزا، فيتامين سي، فيه كمان نسبة من الكبريت مهمة جدا بالنسبة لصحتنا، وبالتالي بتساعد على التخلص من المشاكل اللي بتكون في الجهاز التنفسي. عشان كده كل المكونات اللي بتحتوي عليها شوربة اليوم مكونات صحية ومكونات مفيدة جدا بالنسبة لنا، سواء كان للأطفال سواء كان لكبار السن، الناس المصابين بالأمراض المختلفة، ناس السكري وناس ضغط الدم وناس الأمراض المختلفة، بنقول لهم لازم تراعوا وتفحصوا قبل بداية الصيام. يعني ناس المصابين بالسكري عشان انت ما يعني دي رخص ربنا سبحانه وتعالى ادانا ليها عشان نستفيد منها، لازم نحن نشوف نفحص السكري بتاعنا قبل، نفحص الضغط بتاعنا قبل الصيام، وبعد كده اذا عندنا القدره نصوم، واذا ما عندنا القدره نعتبرها رخصه ونستفيد منها. نرجع برضو ارقامنا هتظهر معنا على الشاشه يا دكتوره عشان انتم ممكن تستفيدوا الليله من دكتورتنا، فتواصلوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله شيخ. طبعا زي ما انا قلت هنا بس بعد ما صفر معايا هقوم اجيب الخليط اللي انا خلطته وهنزله عليه. طبعا احنا في الفتره دي ممكن نطلع نشوف القيمه الغذائيه. اوكي، القيمة الغذائية الليلة حنقولها لكم لحد ما ان شاء الله تجهز عندنا. بالنسبة لشوربة البطاطس بالشوفان او الشوفان بالبطاطس، القيمة الغذائية زي ما قلنا فيها نسبة من السعرات الحرارية 218 سعر حراري او كالوري، بالنسبة للبروتين 5.2 جرام من البروتين و24.6 من الكربوهيدرات و12.1 من الدهون، دي نسب مفيدة ومهمة جدا. وشهر رمضان فرصة للناس اللي عاوزين ينزلوا وزنهم ومتبعين حميات لتنزيل الوزن، لأنه بيستفيدوا من فترة الصيام لفترة طويلة وإنه بعد كده يفطر، عشان لازم زي ما قلنا الشوربة مفيدة ليه؟ لأنها فيها نسبة عالية من الألياف، الألياف دي بتدي إحساس بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي أنت لما يعني تشرب كوباية من الشوربة أو ملاعق من الشوربة بالتالي ما حتاكل بشراهة وبينهم، الأكل بتاعك حيكون موزون. ونشوف مع الشيف فيفي بقية طريقة عمل الشوربة. ده خليطنا دي شوربتنا شايفين. تمام، أنت في نفس البصل اللي خطيت الشوربة؟ لا نزلت الشوربة هنا بعدين حنزل عليها البصل. دي طريقة مختلفة يا شيف من الطرق اللي احنا متعودين عليها لعمل الشوربة. طبعا يعني أنا حخلي البصل معي هنا زي القدحة. أوكي، لكن عموما هي طريقه مختلفه لانه دائما في طرق كثيره للشوربه. ايوه اكيد.
انت لانك عاملاها ثقيله. ايوه ما شوربه خفيفه، الشوربه طبعا ذاتها انواع يا جماعه، في شوربه سائله وفي شوربه قوامها بيكون ثقيل. دي برضو من الطرق بتاعت العمل، هي من العناصر الاساسيه ومهمه للتناول بتاعتنا للفئات العمريه المختلفه. عندنا ناس كبار سن التناول بيكون صعب بالنسبه لهم، عندنا الاطفال كويس، عندنا ناس اللي بيكونوا مصابين بمشاكل في الاسنان واللثه، فبالتالي طريقه عمل اي طبق عندنا بتكون من الحاجات المهمه جدا نحن لازم نراعي لها عشان ندعم او نخلي الزول المتناول انه يتناول بكل سلاسه وسهوله. نرجع للشيف نشوف اضافه البهارات. هنا اضفت الملح واضفت معايا الفلفل واضفت الكزبره. ممكن نكتفي يعني نحاول انه احنا نقلل في فترة رمضان، نحاول نقلل بالذات من البهارات، صح يا دكتورة؟ أكيد. يعني البهارات بالذات لأن الناس صايمة وحتجي على معدة فاضية، أفضل إنه الحاجة تنزل معاكي ساخنة وخالية من البهارات، يعني نحاول إنه إحنا ما نكتر من البهارات في الفترة دي. بالأخص فهنا كده. أيوة كده. أنت ما ضفتي فلفل صح؟ فلفل اسود وضفتي؟ ايوه. لا ما فلفل اسود، ابيض. ما هو ابيض واسود عموما يعني. ابيض او اسود بس دائما عموما، عشان انا هنا خدت حليب وخدت كده فاضفت الابيض افضل عشان اللون بس. عموما هي يعني التوابل زي ما قالت الشيف هي لازم تكون خفيفه وما تكون يعني زي الطبيعي نحن بنتناول عادي، لانه المعده بتكون فاضيه. المعده لما تكون فاضيه نحن بنهيئها بالتناول، اننا اول ما فطرنا نشرب مويه حسب السنه النبويه الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث، انه فيما معناه انه التحليل يكون بمويه وتمر، واذا ما توفر التمر او البلح يكون التحليل بمويه. دي كده بتدينا الطاقه والحيويه، نستمد بها الحيويه بعد صيام يوم طويل، وبعد كده زي ما قلنا لما نشرب الشوربه بقيمتها الغذائيه الموجوده فيها الفيتامينات، فيتامين A وفيتامين C مهمات جدا بالنسبه لنا، لانه فيتامين C بيساعد على امتصاص الحديد وبالتالي حنستفيد من الاطباق بتاعتنا المختلفه. يلا انا كده بس خلاص خليتها كده على كده، حقوم بعد كده اضيف لها اللي هو قلنا البصل. أيوة. زي عباره زي القدحه. وكمان انا هنا اضفت الجزر برضو. أيوة. عشان يدينا قيمه غذائيه زياده. فاحنا كده ممكن نطلع فاصل. نطلع فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض شوربتنا، شوربة البطاطس بالشوفان، وشفنا القيمة الغذائية مع دكتورة زهرة، وقلنا لكم كمان أرقامنا ظهرت معكم على الشاشة، منتظرين فيها اتصالاتكم وآراءكم إن شاء الله. هسه كمان عندنا طبق خفيف كده، طبق حلو ممكن يتاكل معنا بارد ويتاكل معنا دافي. المهلبيات عموما أطباق جميلة جدا في رمضان. خلونا نطلع نشوف مكونات المهلبية بالتبلدي ونرجع لكم. مع بعض مكوناتنا للمهلبية، وكمان برضو أرقامنا ظاهرة معاكم على الشاشة. هنا زي ما معروف بنشتغل المهلبية بطريقة معروفة، اللي هو حتجيبي معاكي مثلا موية دافية أو موية باردة، فحتخطيه كله مع بعض على الحلة. أنا هنا طالما قلت معايا تبلدي، التبلدي يا إما يكون معاكي منقوع يا إما ممكن تستخدمي التبلدي البودرة، ده في حالة إنه ما كان متوفر معك التبلدي وتكوني أنت ناقعاه براكي.
عندنا كمان السكر حسب الرغبة. ممكن نستبدل السكر بشنو يا دكتورة؟ ممكن نستبدل السكر بإضافة العسل، ما عارفة هو مع النار حيكون كيف يا شيف؟ طيب احنا ممكن حتى يا شيف الطريقة بتاعت العمل بتاعته، السكر ما نضيفه حاليا. أيوة تمام، إنه يعني مثلا تتعمل المهلبية وبعدين نحن في الويش ممكن نضيف جوز الهند، وهو بديل مفيد ومهم جدا بالنسبة للسكر، للناس اللي هم متبعين حميات غذائية، الناس المصابين بالسكري، الناس المصابين بالمشاكل الصحية المختلفة. وكمان طبعا زي ما عارفين السكر عموما يعني من الحاجات اللي بتكون بتأدي للجفاف، جفاف الجسم، لأنها بتمتص الموية الموجودة في الجسم، بالتالي بتعرض الجسم للجفاف، ودي من الحاجات اللي احنا لازم نقللها كثير جدا خلال شهر رمضان. نشوف معاك يا شيف. هنا أنا أضفت النشا وأضفت التبلدي، التبلدي هنا معايا بودرة، طبعا قلنا كله على البارد. أيوة. بعد كده هجيب معايا الموية. انت هتعمليهم طوالي في النار؟ أيوة. مع بعض. طيب في ناس بيخافوا يا شيف من انه النشا يكون على النار وانه ما يعمل له تكتلات، بيقوم حلوه على البارد. أيوة. يلا انا هقوم. طريقة مختصرة جدا، هي مختصرة وبسيطة، لكن للناس المبتدئين ممكن يخافوا. ايوه المبتدئين ممكن انت تحلي النشا اول حاجة زي ما قلتي، بعد كده تضيفي على طول الموية. تمام. وتضيفي التبلدي. بعد كده هنعمل شنو؟ هنرفعه معنا هنا على النار. انت بابا كنت مشغله النار صح؟ لا. طيب يا جماعه انا فهمتها، والناس ممكن تفهمها برضه خطا، انه هي حلتهم على البارد، يعني حلت النشا والتبلدي على البارد وبعد كده خطتهم في النار، لان طبعا الناس بتخاف من التكتلات. أيوة اللي بتحصل. وطبعا زي ما هتفضل تحرك 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 عشان ما تكتل معاكي. تمام. زي ما قلنا هنا بس اضفنا اللي هو التبلدي واضفنا النشا. تمام، هي من الأطباق الشهية ولذيذة جدا، بالأخص في شهر رمضان، بالذات في السحور. طبعا يا جماعة السحور هو سنة نبوية، تسحروا فإن في السحور بركة. ناس كثير بقت تتجاوز حتة السحور، لكن هو بركة، البركة اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، بركة منها بركة صحية أو بركة في البدن، إنك أنت لما تتناول السحور بأي كان من المكونات الموجودة فيه بديك الطاقة وبديك المغذيات اللي بيحتاج لها الجسم، سواء كان الألياف والبروتينات والعناصر الغذائية المختلفة، وبالتالي جسمك بيكون سليم ومعافى، بتقدر تاخذ طاقة كافية على سنك، تقدر تصوم ثاني يوم بالصحة وبعافية، وما تكون عندك أي مشاكل مختلفة، وتقدر تؤدي العبادات، لأنه رمضان زي ما عارفين شهر بتاع عبادات وطاعات. نحن ما ممكن نكون خمول وكسل وتعب وفتر من إننا ما تسحرنا اليوم اللي فات، ما نقدر نصلي كويس، ما نقدر نذكر ربنا كويس، ما نقدر نقرأ قرآن كويس. عشان كده يا جماعة نراعي للتغذية بتاعتنا خلال شهر رمضان. وبرضو كمان معلش أنا مقاطعتك، لكن برضو من العادات السيئة أنا بعتبرها في السحور شرب المنبهات. أيوة المنبهات اللي هي الشاي والقهوة وكده، دي من الحاجات سيئة. ليه؟ لأنها فيها نسبة عالية من الكافيين، فالكافيين هو بيقلل لنا من زي ما قلنا بيجفف الموية الموجودة في الجسم، بالتالي الجسم بيشعر بالعطش من بدري جدا. عشان كده احنا ممكن نشرب الشاي بدري، يعني قبل مواعيد السحور. السحور عندنا لحد الإمساكية، الوقت بتاع الإمساك اللي هو قبل الصبح بيكون بعشر دقائق، فده وقت مناسب جدا، أو قبل كده أنت تتعشى تشرب الشاي بتاعك أو القهوة بتاعتك. بعد كده في وقت السحور الفواكه بتكون ممتازة جدا، خيار ممتاز، الزبادي، وكمان برضو المهلبية اللي هي هسه عملتها الشيف فيفي. نشوف بقية المكونات ونوصف القيمة الغذائية. هنا هضيف حاجة بسيطة من الفانيليا. تمام. عشان تدينا نكهة. بسم الله. ممكن الفانيليا البودرة أو الفانيليا السائلة. طبعا السائله ريحتها اقوى قويه. ايوه نراعي انها تكون نسبه بسيطه عشان ما تطغي لنا. ممكن نضيف يا شيف مثلا نكهات مختلفه، النكهات الغذائيه الموجوده ممكن. نكهات موز كده. ايوه نكهات الروح. الروح. ايوه الروح جدا. تمام. بس احنا عايزين التركيز على التبلدي. ايوه طيب انت شايفه انه في رايك مثلا لو انا عايزه اضيف حليب كيف؟
بالحليب طبعا اكيد حتزيد القيمه الغذائيه الموجوده فيها، والناس كثير بتحبذ حتى في العصير بيضيفوا مع الكركديه مع التبلدي معليش حليب بيزيد احسن الكركديه برضه بيضيفوا حليب، فهو بيزيد القيمه الغذائيه لانه بيكون فيه نسبه من الكالسيوم ونسبه من المغنيسيوم ونسبه من العناصر اللي بتساعد الجسم انه تقوي العظام. زي ما قلنا احنا عاوزين نحافظ على صحتنا خلال شهر رمضان لانه بنكون في حاله بتاعه جوع وعطش لساعات طويله، لازم نعوضها في ساعات الفطور اللي هي من تحليل الصيام لحد وقت السحور، عشان كده نراعي انه الغذاء بتاعنا يكون متكامل ومتوازن. هسه المهلبيه بتاعتنا فيها نسبه عاليه من فيتامين سي، فبالتالي بتساعد على تقويه الجهاز المناعي، والجهاز المناعي يكون قوي بالتالي اننا بنكون في مناعه ضد الامراض والمشاكل الصحيه. ماشي يلا انا هنا بالحركه اللي انت كان قلتيها انه الناس اللي بتخاف انه المهلبيه تكتل معاها بتجيب المهلبيه بتجيب النشا وبتحله كده بشويه مويه. ايوه، واذا كنت شايفه انه هو هنا خفيف معاكي ممكن انت تحركي. تمام، تحركي وانا ابدا انزل لك هنا على طول كده. طبعا ما ممكن يا جماعه الزول يكون بيعمل في مهلبيه وحاجه بالنشا ويمشي يخليها، جهزي حاجاتك وخليها مثلا اخر حاجه عاوزه تعمليها، يعني ما تنشغلي باي حاجه ثانيه وانت بتعملي في اي طبق فيه نشا، صح يا شيف؟ أيوة. لانه اي تكتلات كمان برضه حنضيف السكر وزي ما قلنا السكر حسب الرغبه. حسب الرغبه ايوه، برضه نحاول نقلل، يعني حتى احنا لو ما عاوزين نضيف سكر او عاوزين بس حبه يكون طعم شويه نضيف سكر بسيط جدا او نخلي السكر نهائي ما نضيفه. حتى التبلدي يا جماعه فيه نسبه من السكر، يعني زي من حسب الطعم بتاعه سكري شويه، فممكن احنا يعني نتجاوز اضافه السكر نستبدله ب زي ما قلت لكم قبل شويه عسل بعد ما ينضج لكن ونعبيه وخلاص. ممكن كمان في الكاسات. ايوه في الكاسات لو انتم حابين العسل ممكن العسل نضيفه بعدين في الكاسات، هو بدا يتقل معانا. ايوه بدا يتقل. ممكن نضيف جوز هندي برضه بيديه قيمه عاليه لانه بيضيف لنا نسبه من الدهون. هسه نحن حاليا الاضافات دي كلها عباره عن نشويات، عباره عن بروتينات، عباره عن معادن اللي هي زي ما قلنا كالسيوم وفيتامينات، لكن نسبه الدهون نحن ممكن نضيفها باضافه اذا اضفنا جوز الهندي بالنسبه له. طبعا من تشوفي انه هو بدا كده حتقومي توطي معاك النار، حتخليه هو يستوي على نار هاديه بعد كده نوقف. أيوة. والحلو فيه انه ممكن هو يتشرب كده صح نشا أيوة. نشا التبلدي ممكن يتشرب معنا كده، ممكن نقدمه في كاسات وتدخليه معك الثلاجه اذا كنت حابه تاكليه بارد بنفس الطريقه. مهلبيه ثانيه حنستغلها، بس حاشرح انتم كده شفتوا معانا طريقه المهلبيه تبع التبلدي، حنطلع نشوف مكونات مهلبيه الكركديه ونرجع لكم. رجعنا بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا، شفتوا معنا مكوناتنا لمهلبية الكركديه. احنا ما حنستغله، انا مستغلاه مسبقا لانه هو بنفس الطريقة وبس المكونات شوية هي مختلفة. هتعمل شنو؟ نفس الطريقة، هتجيبي معاكي موية باردة، هتخطي فيها النشا، هتخطي فيها الكركديه. الكركديه نفس الحاجة، اذا كان انت استخدمتي عصير الكركديه المنقوع هتستغني عن الموية، هتطعمي الكركديه كويس خالص. بعد كده هتضيفي النشا كله على البارد، هترفعيه على النار لحد ما يتقل معاكي. بنفس الطريقه هتفضلي تحركيه زي ما شفنا مع بعض في مهلبيه التبلدي. بعد كده في اضافه اختياريه اذا كنت انت حابه تضيفيها اللي هو الدريم ويب الكريم شانتيه او كريمه الوزن، دي حاجات اختياريه اذا انت كنت حابه انه انت تضيفيها. يعني بنفس الطريقه هنشوفه بعد شويه، نفس الطريقة مهلبية الكركديه. احنا علشان حيكون معانا تاني طبق
حيدمج معانا الطبقين دين اللي هو المهلبية اللي هو الكركديه والتبدي. عصير يا جماعة. احنا كده زي ما شايفين بس الدكتورة زهرة قاعدة تعمل في مهلبية التبدي. خليني انا ممكن اطلع يا جماعة. تكة برضو مهمة جدا بالنسبة للمهلبية أو أي حاجة نحن بنعملها بالنشا. النشا صعب جدا مع إنه لذيذ ويعتبر من النشويات اللي بيحتاج لها الجسم من العناصر الغذائية نحن لازم نوفرها. اللي هو لازم في النضج بتاعه الاستوى زي ما قالت الشيف قبالك إنه نشوفه إنه استوى معانا إنه بدأ يعمل فقاقيع وبدأ يعني زي ما شفناه قبل شويه تمام عشان يعني نضمن تماما انه استوى ونضج. لانه عدم النضج بتاع النشا بيؤدي لمشاكل اللي هي بيعمل سوء هضم وبيعمل تلبكات معويه نحن في غنى عنها. زي ما قلنا احنا في رمضان بنراعي اننا نبعد عن كل المشاكل الصحيه عشان نقدر نتم باقي صيامنا بسلامه وكمان برضه نقدر نؤدي العبادات بتاعتنا. طيب يا شيف انا هنا ما عارفه حسيت بانه لخبطت الدنيا شويه في التعبئه بتاعت الاكواب لازم تتنظف صح؟ فدي هنا معانا مهلبيه الكركديه. ليه لونها بقى معانا كده؟ طبعا ما ادانا لون الكركديه المعروف. ليه؟ لانه انا هنا اضفتها دريم ويب او اللي هو كريمه الوزن. فادانا اللون ده. ما كنت حابه زي ما قلت كريمه الوزن او الدريم ويب ممكن تشيليه من الوصفه على طول وتشتغليه حيطلع معاكي لون الكركديه المعروف. تمام احنا كده ممكن انت لو حابين. تمام زي ما شفنا مع شي في طريقه عمل المهلبيه بتاعه التبلدي وطريقه عمل مهلبيه الكركديه. دي قلنا من الاطباق وال يعني الأغذية المفيدة جدا في وجبة السحور بالنسبة لنا في رمضان لأنها خفيفة وباردة وسهلة وبتحتوي على العناصر الغذائية اللي بيحتاج لها أجسامنا. وكمان برضو معانا أرقام التواصل على الشاشة إحنا منتظرين. ما عايزين تعيدوا على ذكرى زهرة. أنا ذاتي والله اشتقت لكم كثير وشديد لكل المتابعين ومتابعي برنامج نكهة خاصة وبيكم نحن بيكم ومعاكم بنكون دائما أفضل وبنقدم لكم أفضل. أكيد زي ما بنكون دائما. تمام يا شيخ. ذاته عاوز تظبيط. دي اللي حاخدتهم هنا كده. فاحنا كده شفنا مع بعض مهلبية التبلدي ومهلبية الكركديه. ممكن في الفترة دي نطلع لفاصل بسيط كده ونرجع لكم. انتظرونا. رجعنا لكم من جديد مشاهدي ومتابعي برنامج نكهة خاصة خلال شهر رمضان. الشيف كان عملت لنا مهلبية التبلدي ومهلبية الكركديه ومن نفس المكونات حتعمل لنا عصير الكركديه بالتبلدي يا شيف. حنشوفه. هو عصير سهل جدا زي ما انت قلتي. من نفس المكونات. تمام. يعني ضربنا عصافير بحجر. تمام. نعمل شنو؟ يا إما يكون معانا التبلدي منقوع زي ما انا قلت في المهلبيه تكوني ناقعاه شلتيه على جنبه وتكون معاكي برضو الكركديه برضو تكوني ناقعاه تخليها على جنبه وتشيلي منهم العصير هتصفيهم كويس. ايوه هنحط العصير مع بعض. يا اما اذا ما كان متوفر هتشتغلي بنفس الطريقه اللي انا هشتغلها اللي هو بالبديل اللي هو البودره. هنحط هنا معانا طبعا الكميه حسب الكميه اللي انت حابه تشتغليها. ممكن نطلع نشوف مكونات طبقنا ونرجع لكم. We'll be right back.
شفنا مع بعض مكوناتنا لعصيرنا لليل، عصير الكركديه بالتبلدي. طبعا زي ما قلنا تبلدي بودرة على كركديه بودرة، خدتينا السكر حسب الرغبة، بعد كده أضفت الموية، إذا كنت حابة تضيف التلج ممكن. مكونات بسيطة وسهلة، وزي ما عملت الشيف من نفس المكونات عملت عصير وعملت مهلبية. لازم نحن يا جماعة نستفيد في المطبخ ونقدر نبدع ونبتكر ونقدر نسهل على نفسنا اللي هي طريقة العمل، لأنه رمضان بيكون متعب بالذات لو يعني ماسك الشغل بتاع المطبخ شخص واحد ولعدد أفراد الأسرة. فبالتالي نحن بنراعي إنه نحاول التطبيق بتاعنا يكون سهل وبسيط، ونقدر نعمل من مكون واحد أكثر من صنف نستفيد منه. هسه العصير حنشربه مع التحليل ونشربه مع الفطور من المكونات اللي هي التبلدي، القيمة الغذائية بتاعته عالية زي ما قلنا، تبالغ فيه نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي، ويعتبر مقاوم للأمراض المختلفة لأنه بيقوي الجهاز المناعي، وكمان بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو مفيد ومهم جدا للصحة وللبشرة وللشعر. كمان برضو بيحتوي على البروتينات، بيحتوي على نسبة من الكربوهيدرات. الكركديه فيه النسب بسيطة جدا وتكاد تكون يعني قليلة بصورة كبيرة جدا، المكونات بتاعته السعرات الحرارية فيه قليلة جدا، فبالتالي بيكون مفيد للناس المتبعين حميات لتنزيل الوزن، بيساعد على انخفاض ضغط الدم وتوسعة الأوعية الدموية. ده بالنسبة يا جماعة للكركديه. الناس المصابين بمشاكل ضغط الدم وبتناولوا الأدوية بتاعتهم، بنقول لهم لازم تراعوا التناول بتاع الكركديه لأنه عنده تداخلات دوائية. تمام، الكركديه عنده تداخلات دوائية مع الناس المصابين بضغط الدم، الناس المصابين بالسكري، الناس اللي بيستخدموا أدوية وعلاجات مدرة للبول. نقول لهم يا جماعة انتبهوا، احذروا من التناول بتاع الكركديه. حواصل، نشوف الشيف عملت وصلت وين مع العصير. خلاص قدمت العصير زي ما انت شايفين، حتى الدهن كمان من جميل خالص. تمام، ما شاء الله. عدينا كمان الرغوة اللي هي دي جاتنا من شنو؟ من التبلدي. ايوه طبعا التبلدي يا جماعه تكلمنا عن فوائده وعن الكركديه. في حاجه بسيطه بالنسبه للنساء الحوامل وحابين يصوموا في رمضان، عموما بالنسبه للحوامل عصير الكركديه احذروا من التناول بتاعه وتناولوه بكميه بسيطه جدا، لانه بيؤدي لنا لمشاكل صحيه بالنسبه للحوامل بالاخص، لانه بقلل هرمون الاستروجين، وكمان برضو دي بالنسبه للناس اللي عاوزين يعني ساعين للحمل وكده او في بدايه حملهم. الناس حتى اللي قدام هو بيساعد على انه بيعمل تغلصات في الرحم، فبالتالي ممكن يؤدي للاجهاض، عشان كده نحن نحذر في التناول. عموما يا جماعه كل الاغذيه نحن بنتناولها نراعي للتناول حقها يكون تناول متوازن ومعتدل، ما يكون بكميات كبيره. انت تحب الحاجه ما تكثر منها عشان ما تضرك. تمام، دي كانت وصفاتنا لليله، وصفات خفيفه جدا. بديناها معكم بشوربه، شوربه البطاطس بالشوفان، شوربه خفيفه، حتى الليله ما استغنى ولا لحوم ولا اي حاجه، يعني شوربه نباتيه 100% حلوه للنباتيين. وعندنا كمان استغنى مع بعض اللي هو المهلبيه، استغنى مهلبيتين، مهلبيه الكركديه، وكمان استغنى مهلبيه التبلدي. فالاثنين ديل نفس المتبقي قمنا عملنا شنو؟ استغنى منهم العصير، يعني استغنى الليله عصير الكركديه بالتبلدي. فالليله كانت وصفاتنا زي ما قلنا خفيفه، اساسا المعده لسه ايوه لسه باديه. لسه، لكن انتظرونا في اللي جاي، وزعلانين منكم على فكره. ما في زول اتصل علينا يا جماعه ولا ما مستعجل دكتوره زهر. ان شاء الله انتظروها كمان معنا طيله شهر رمضان باذن الله تعالى. ان شاء الله. فدي كانت حلقتنا لليله، ان شاء الله يا رب نالت رضاكم، وصفات خفيفه جدا جربوها برضو، حنتظر فيها تطبيقاتكم. ركزوا في التطبيقات في الفتره الجايه ان شاء الله، عشان تشوفوا معنا اللي حيحصل شيء. ان شاء الله. وكمان زي ما قلنا لكم رمضان شهر خير وشهر كريم وشهر محتاج مننا اننا نكون بسيطين وسهلين في موضوع الاكل، عشان ما نصاب بالتخمه ونصاب بالتلبكات المعويه ونصاب بالمشاكل اللي هي الثانيه، الامساك، الغازات كده. التناول بتاعنا يكون متوازن ويكون صحي، بلح، مويه، شوربه، سلطه،
بعد كده نخش في الوجبة الرئيسية، وعشان ما ناكل كمية كبيرة وتسبب لنا التخمة والخمول وتقلل لنا من نشاطنا الروحاني. البداية دي اللي قلناها هسه دي بتكون مفيدة ومهمة جدا تمام. وبتقلل من التناول. دي كانت كده ختام لحلقتنا لليلة. احنا كده نقول لهم شنو؟ نقول لهم انتظرونا وفي أمان الله. في أمان الله.